السلام عليكم متابعينا الكرام، نتمنى تكونوا بصحة وخير وتكونوا بأفضل حال. مرحبا بكم في عروض واختيارات، موعدكم مع عرض جديد من عروض وهميزات بيم الأسبوعية اللي غادي تكون ابتداء من هاد الجمعة 30 دجنبر 2022. عروض وطنية غادي تكون بجميع محلات بيم بجميع المدن والجهات، تتشامل على العديد من العروض المتنوعة في الملابس والتلفاز وغيرها من العروض. نتمنى تنال إعجابكم. المرجو منكم تشاركونا التعليقات ديالكم والآراء والمعلومات على العروض اللي تتشاهدوا. غادي تشاهدوا دابا جديد عروض وهميزات بيم اللي غادي تكون ابتداء من هاد 27 دجنبر 2022 بجميع محلات بيم بجميع المدن والجهات، تتشتمل على العديد من العروض المتنوعة في الملابس الداخلية، مستلزمات وأدوات التنظيف ومواد التغذية والأكسسوارات ومواد التنظيف وغيرها من العروض. نتمنى تنال إعجابكم. Thank you.
تنشكر كل المشاهدين اللي تتابعونا وتدعمونا بالتعليقات والآراء ديالهم على المنتوجات المعروضة، وتنرحب كل المشاهدين الجدد، نتمنى يشاركوا في القناة ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا بكل جديد وما يفوتهم حتى عرض. تتشاهدوا جديد عروض بيم ديال 27 دجنبر 2022. تتشاهدوا جديد عروض بيم ديال 27 دجنبر 2022. تتشاهدوا جديد عروض بيم اللي غادي تكون ابتداء نهاية الجمعة 30 دجنبر 2022.
نتمنى نكون توفقت في تقديم العرض. ما تنسوش دعمونا بالاشتراك واعجاب وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد تنشروا من العروض. وشكرا على المشاهده، الدعم ديالكم استمرار لنا. دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في عرض جديد ان شاء الله.